انا سبت بيتي وسبت عيالي وانا كبير، راجل كبرت في السن كمان، مش شاب ما عنديش باور زمان. سبت بيتي عشان انزل اخلص لربنا. الورقه تاني بعد اذن حضرتك اهو، احنا ما بنقولش كلام مسرف. ورقه بالاقلام بدونيه حسابات بنوكي، ادي ورقنا. ايه اشياء تحدد بالطوب ليه؟ معلش لا، انا سيبنا تحدد بالطوب في فني. لا سيبنا تحدد بالطوب في فني. طلعت بقى حفله مش متوقع فيها، طلعت بترعش، طلعت بنشف، سيبنا تحدد بالطوب في لعبتي بتاعتي اللي احنا عشنا نتحدد فيها بالطوب لما الطوب خلاص دغدغ لنا دماغنا. صح. في الحلوه وفي الوحشه، تعمل الحلوه محدش بيشكرك، تعمل وحشه بيصطادوا لك فيها الطرف منك عشان يجيبك. هجوم، كل ما نيجي نحمي البلد من اي مصنف تلاقي طالعين يقول لك حريه التعبير. تيجي تسيب حريه التعبير يقول لك وانت اللي سبت. اللي هو احنا قاعدين عمالين نترسع ونتخبط وكل اهدافنا بنعلنها، انا بعلنها مره واثنين، ولا ادخن شنب فيك يا مصر يعرف يزايد على حب مصطفى كامل لمصر. ولا ادخن شنب ولا جابت مصر واحد شال ايده على كفه على كفنه على ايده كده زي مصطفى كامل. اما النهارده تطلع تلاقي في برنامج هو انت ليه منعت الحفله؟ يا عم هيدمر البلد يا سيدي، هيدمر البلد. فالتقيه بترعاها كذا قناه. ايه ده؟ لما تيجي تتلغي الحفله، طب انت اللي لغيت، طب انت تدي تصريح، طب انت ليه اديت؟ ده انت ناس قاعده تهدم فيك. ده احنا البلد الوحيده اللي انا بحس ان اعلامها قاعد يدمر في كل الموزع، قاعد يدمر في كل كيانات. احنا بنشوف بلاد فيها البنت اللي قد كده عمالين يصنعوها نجمه، والواد اللي قد كده بيطبخوها عشان مش معنى في مصر. بنهدم هنا ايه الهدم اللي احنا دايرين فيه ده؟ ايه الهدم؟ تعالى اهدم، يلا نقول احنا كفنانين تعودنا على اللي بيهدم فيك واللي بيزق معاك. انا بكلمكم دلوقتي بمؤسسه خدميه، بمؤسسه خدميه اللي نهب فيها ما تسجنش، اللي سرقها ما تسجنش، فاللي رعاها ورعى ربنا يتشتم تحت مرأة ومسمع من الاجهزه كلها. مين يقبل بكده؟ قابل بكده ليه؟ ولو قبلت بكده براجل وضيع يبقى ليه مصلحه جوه الكرسي ده. ان ما كناش المجلس ده يتقدم بخطاب مباشر للسيد اللواء وزير الداخليه، سيد المستشار وزير العدل، من فضلكم الكائنات اللي زينا، من فضلكم يبقى في سرعه في اجراءات من يحاولون هدمها. احنا موافقين تماما، من فضلكم الاهتمام ببلاغاتنا لكيانات زي دي، لان الكيان ده مش بيهد مصطفى كامل ولا بيهد ناديه مصطفى ولا بيهد حلمي عبد الباقي ولا بيهد المجلس. ده بيهد 100,000 أسرة، 100,000 أسرة. لما يتهدم المكان ده والناس دي ما تلاقيش عندنا دواها وعلاجها هتنزل تصرخ في البلد. سايبيننا ليه نتشتم؟ ليه أروح أقدم أنا آسف محضر أفضل مستني على واحد قاعد بيشتمني 14 ولا 16 شهر؟ ليه؟ ليه يا جماعة؟ ليه مصر كده؟ ليه بيتساوى فيها البلاغ الكيدي مع بلاغ مؤسسة؟ بلاغ مؤسسة، مؤسسة بنقول مش مؤسسة شخصية، مش بترعى صاحبها، دي بترعى أسر، أسر يتامى وأحياء وميتين وكبار سن وأطفال ومرضى. ليه؟ ليه أنا أروح أقدم فيترمي محضري في الاستيفة وبعد سنة تسأل وطول السنة دي أنت عمال تتهان أنت وبيتك وأهلك وناسك؟ هتقول لي الدولة بتتشتم، كلنا بنتشتم واتشتمنا كلنا. طالما الموقع غير معلوم خلاص، انت عندك عذرك، الموقع غير معلوم معمول لك موقع معلوم. لكن انا لو علمت الموقع ده وبالزرار بعرف اجيب ان الموقع ده داخل هنا وداخل مصر، تعال حاسبني حد يا عمي. انا لو بتشتمني حتى وعندك مبررك لشتمتي انا على عينيا الاثنين. يا سيدي انا راجل مقصر، اشتمني يا عم. طب انا ما قصرتش، انا شايف ان انا ما قصرتش. انا النهارده لما امسك الاساتذه للاعلاميين والاساتذه الصحفيين، لما يوصل لي انا كراجل نقيب عام وانا بديل 27 محافظه، انا مش نقابه جوه مصر زي اي نقابه من نقاباتنا زملائنا اللي قد كده ومتجمعين هنا، انا بديل 27 محافظه. لما يوصلني من السيد مدير الحسابات ان في فرق في اختلاس، فاقول الشؤون القانونيه تطلع ومعاها وفد من مجلس الاداره ويروح يبلغوا النيابه العامه، تلاقي ثلاثة أربعة كاتبين لك على النت. هما ما اتحبسوش ليه من أول امبارح؟ عدم علم ده. وبعدين بيضم معاه كل اللي انت مشيته عشان حرامي، فبيضم مع ده. هو انا النائب العام؟ انا قدمت بلاغ وراحت الشؤون القانونيه. اقروا اقروا كم السب والقصف اللي احنا مسبوبينه ومتشتمينه، وكانه بيقول لك ايه؟ واحد كاتب عليا واحد مندوب حرامي، كاتب عليا انا
ان كده انا متواطئ مع مجلس اسكندريه في الاختلاس. ده يرضي مين يا جماعه؟ ده عقل ما ينفعش يعني منطقيه. ده يرضي مين ده؟ لما تطلع الشؤون القانونيه بتطلع الحسابات وتقول للمجلس. مره قلنا للدكتور علاء بما انه مفتش الاقاليم، اذا كلمني الاستاذ عماد قال للدكتور علاء مش فاضي، هيطلع معايا المايسترو ابو الوزير. قلت له خد المايسترو ابو الوزير، اطلعوا بس اعملوا البلاغ بسرعه وشوف مين، واذا كان الراجل المختلس ده توفى شوفوا مين كان مراقب عليه وكان مسؤول عن مراجعته. روحوا اعملوا المحضر كده، اوعوا تلعبوها في اللي ميت. شوفوا لي مين اللي ورا اللي ميت ومين مسؤول عن الفرع ايا كان. فانت تبلغ ده تلاقي ثلاث اربع انفار، انا مش عارف هم مين منهم. حد لما شتمني بسال مين ده؟ قالوا لي ده كان مندوب استاذ محمد ابو اليزيد، بيقول لي ده ماشي مندوب حرامي. كاتب عليا انا ان التواطؤ، وطالما النيابه العامه ما حبستهمش يبقى انا متواطئ في الاختلاس ده انا والمجلس. ايه يا جماعه ده؟ مين يقبل ده؟ واقبله ليه؟ انا لا قاعد عاطل ولا ما عنديش شغل ولا عندي وقت فراغ نفسي اضيعه في النقابه، لا انا عندي شغلي ومعطله وسايب شغلي وبتضرر عشان خاطر ادير مهنتي وادير شريحه من مهنتي. فرحان طبعا يا دكتور باللي حضرتك بتقوله، فرحان ان الدكاتره والاساتذه والاكاديميين وعملاء الكليات، فرحان طبعا ان نقابتنا بقت شكلها يليق بينا، بقت الناس حتى تجي فرحان. انا برضه بني ادم، خلي بالك احنا مشكلتنا واللي ده لازم تعرفه الاعلام كله، احنا ناس غير اي ناس. احنا الكلمه الحلوه عندنا بتساوي مليار جنيه. احنا الفنانين كده، هو مصيبتنا عن كل الدنيا ان احنا الكلمه الحلوه ساعات تساويها انت بملايين الدنيا، والكلمه الوحشه اللي مش في مكانها ادهاني في مكانها فهستحملها واقول انا اخطات. ما احنا عملنا اغاني كتيره وحشه، فلما تيجي تشتم تلاقي اهل بيتك بيقول لك مش احنا قلنا لك الغنى وحشه؟ يعني مش تمني في شغلي، انا هنا ما قدمتلكش وحش، انا هنا قاعد شغال ببلاش، شغال ببلاش، قلبي على بلدي وقلبي على دولتي. حتى الحفله اللي بلغيها بنطلع نقدم 40,000 مبرز. يا جماعه احنا بنلغي الحفله دي عشان فيها خطوره على اولاد بلدنا، فيها خطوره، احنا شايفين كده، دي وجهه نظرنا. كمان لا نقسم بحد، سيبنا الدنيا تشتغل. قعدتوا تقولوا مش عارف الشعب الغناء، قلنا شعب الغناء كلها تشتغل بشرط الارتقاء بالذوق العام. النهارده الاعلام كله ملاحظ، مفيش حد متجاوز، بيدقوا على الاقل ما بتدخلهاش الكلام اللي كان داخل. في مراعاه غلابه ومعاشات ومرضى ودنيا وارصده نقابه وخوفا من بكره، الحمد لله اهي اهي اهي. اتشتم ليه؟ ولما اروح اقعد اتشتم بالسنه ارفع محضر يتنظر بعد سنه ونص ليه؟ 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 ثلاث اربع مرات اطلب من الدكتور اشرف زكي ومن الاستاذ مصعب فوضى نقباء زمايلي، عايزين نعمل مجلس اتحاد نقعد نتحد كنقابات. مفيش دور مفعل لاتحاد النقابات اللي انا مفروض وكيل فيه. عايزين نقعد نشوف احنا مش طالبين حاجه، احنا طالبين حمايه هذه المناصب بالقانون. بالقانون، ما بنقولش نفتري على حد كمان، بالقانون. اخطات فيا واسات ليا بقوانين، كل قوانين السب والقصف والاساءه والبتاع. لا لكن كده تفتح صفحات عماله تهين فيكم. ايوه وبتهين فيا ليه؟ واي اهانه عضو مجلس تعتبر اهانه للمجلس. طيب كله ليه؟ ليه ليه؟ واي اهانه ليك هي اهانه للمجلس كله ليه؟ وخلاص انت كده عايز توصل بالكيانات دي والنقابات دي ان اللي يبقى موجود فيها رخيص ومرتشع عشان لما يتشتم ما يحسش. يبقى ينجحوا كده بقى، يعني هو كده التارجت اللي انتوا قاصدينه، ان الكيانات دي والمؤسسات دي ما يجيهاش غير مرتشي وحرامي ومبتذل، عشان ده لما بيتقال له يا ابن كذا هو بيعتبره اسم الدلع بتاعه مع عادي جدا. يعني هو راجل حرامي طالع يسرق، فلما يتشتم مش هيزعل. يعني معنى كده حضرتك لما تسيب المركب دلوقتي اي قائد سفينه او اي كابتن طيار بيقابله مواجهات ويقابله عراقيل، ففي رحله السفينه دي معاك ناس جوه في الرحله، طبيعي الرحله ما تبقاش خاليه من كل العوائق. كابتن الطيار قابض فلوس على الرحله، احنا مش قابضين فلوس على الرحله. انا عارف، عمل تطوعي. انا قلت لحضرتك لكل مقام مقال، انا بقول لحضرتك انا كل ما هو انا مقبور عليه برجع بيه بفلوس لبيتي، بياكل منه بيتي، فده ابداعي الشخصي. أيوه. انا معرض فيه في باب رزقي للايجاب والسلب، للمدح والذم، للراي والراي الاخر. العمل العام، لكن انا بقول لحضرتك ده عمل عام. ما العمل العام ده برضه معرض للسب والقذف. تعالى معلش، والسب والقذف معلش. ما هو ما انت ما بتزعلش يا دكتور محمد لو حد شتمك؟ طبعا لا لا اي حد ده الرسول ما اتسمعوش عليه. الرسول هو كان بياخد اجر، هذا الكلام ده كان بينشر ديانه.
ان هو بيوجه رساله برضه. المهم كيفيه التصدي ليه؟ واحنا عرفنا الرساله دي سرعه التقدم. كيفيه التصدي للكلام ده؟ هو طبعا سرعه التقدم مطلوبه طبعا معاك طبعا، وفي بطء في العداله والعداله البطيئه ظالمه، كل ده معروف طبعا ومعاك حق في كل ده. انا النهارده تخيل ان انا رافع محاضر ما اتنظرتش الاقي انا جاي لي محضر سب وقصف عشان نشرت بيان بتاع نقابه. انا نزلت محكمه عشان نشرت بيان، وفعلا انا ما كنتش اعرف قانونيته ايه. انا ما اعرفش ان انا لما انشر بيان جايبها له الشؤون القانونيه مرفوع عليها سب وقصف. كنت في المحكمه من يومين. ايه ده؟ ايه ده؟ تعالى بقى لادوارنا الداخليه دي، مش قدام الصحافه نتكلم فيها. لما بيكون عندنا شان داخلي احنا الحمد لله بنسبه 70% ماشيين في التراك الصحيح كمجلس اداره. انا هلوم على زمايلي، عندنا قصور من بعض عندنا قصور لكن مش تدني. ايوه عندنا قصور لكن ما عندناش سرقه، عندنا قصور بس ما عندناش فساد، عندنا سلبيه في اداء بس ما عنديش ايجابيه في فشل وابتذال. دي امور تتحل بيننا وبين بعض. اخترت الكلمات بعنايه. ولما نحط وثيقه بيننا وبين بعض اللي مش هينفذها احنا نقول له شكرا بمنتهى الادب برضه، لان احنا لا بيننا حرامي ولا بيننا مزور ولا بيننا مرتشي، بيننا واحد واخد جنب كده مش شايل مهامه كويس. دي توجيهات عاديه، لكن اللي وجع الواحد ابعاد اكتر من كده. ابعاد اكتر من كده. ازاي انا قابل لو حد شتم الدكتور محمد وعينه امبارح في بيته في قرابته، وانا اسف اجيبه تاني يوم في مكتبي لو طالب انا بمديره عشان خايف منه؟ خايفين منه من كام حد؟ انا اسف ما يعرفش يزعق في بيته؟ هو ما يعرفش يزعق في بيته؟ جاي يهينك انت؟ انت سايب بيتك وسايب قيمتك دي كلها عشان وقت ده يجي هناك؟ ليه؟ ايه اللي جابرنا على كده؟ انا عن نفسي بقولها قدام الاعلام وهو مسمعني، انا مش مجبر على كده خالص ولا في اي حاجه تجبرني على كده. واذا كان هو ده سبيل الرضا ربنا، ربنا اكيد ما يرضاهوش لبني ادم. ربنا ما يرضاش لبني ادم نازل سايب عياله عشان خاطر يراعي شريحه من الناس فيتهان ويتشتم ويفضل مراس ليك قدام عيالك شويه بوستات من ناس دون المستوى بتهينك وبتشتمك. ربنا ما يرضاش، عمر ربنا ما يرضاه. وما جزاء الاحسان الا الاحسان ولا حرام. وما جزاء الاحسان الا الاحسان. مش هنلاقي الاحسان يبقى ده مش مكاننا، وده اللي انا فضلته وخدت بيه قلت اقعد في بيتي. انا بقالي 20 يوم اقسم بالله العظيم لا عارف انام ولا عارف اقعد، وبلوم نفسي ليل نهار وزعلان من نفسي وزعلان على نفسي. لما خلاص الواحد في حيره، ليه كده يا جماعه؟ ليه كده بقت السمه الغالبه في مجتمعنا ده؟ الاهانه والتجاوز وقله الادب. وللاسف يا دكتور ما بيجيلكش من الناس الراقيه، ما بيجيلكش غير من الناس اللي دون المستوى. عمرك ما هتلاقي بني ادم محترم. انا في عز ما كنت قاعد في بيتي انا كنت اسمع نقابه فيها سلبيات، انا هكتب بوست اقول لك يا ابني مش عارف ايه، مش انا مش هحترم. على الاقل مش موضوع مش محترم كده، انا بحترم نفسي انا مالي. لكن دايما جاي لك ناس جايه تبتزك وجايه تقللك وجايه تنهب لحم الناس وجايه تقل من قيمتك وجايه تقل من قيمه الكيان ده، هيفضل بيرخص. انا هعرض حل كده على الدم بقى كبير ما علينا. حد قرايه الفاتحه ما علينا. انا بتكلم دغري. انا بتكلم دغري. انا بطلب السكرتير العام احمد ابو المجد ان هو يعقد جلسه عاجله للمجلس كله، يقعد استاذ مصطفى معانا وتشرف النقابه وتقعد معانا وتقول كل زي ما الاستاذ محمد ابو الوزير قال، تقول كل اللي حضرتك عايزه والاليات بتاعته تتصرف. ولا ابدا يا دكتور، والله القصه دايما مش اللي انا عايزه ولا اللي حضرتك عايزه. صح القصه بتاعت صحيح اي حكايه. صحيح اي حكايه طبعا. طبعا ده احنا مش في مجال قدام الساده الزملاء الصحفيين، احنا اتكلمنا في اللوجيك اللي هو العام. انا اكتر حاجه الماني ان نفسي هذا الكيان يعتبر ان لم يساوي وزاره فهو يندرج تحت وزاره. طبعا تحت وزاره. طبعا ده كيان يرعى ناس كتيره جدا. ده لو هي جمعيه اهليه اكيد هيكون لها حامي ليها. لو هي جمعيه اهليه بتراعي الناس اكيد هيكون لها مظله قانون حاميه ليها. طبعا النقابه دي شايله كام على الدوله كبيره. هو ده مش معروف ده حل الناس في حكم قضائي. طبعا في حل النقابه ماليش غير حكم قضائي. شوف قد ايه لها قوه. فالموضوع بالنسبه لك يعني ده انت برضو اللي بينا داخلي. احنا هنقعد دلوقتي مع بعض وانا عشان بس الناس تفهم غلط ان احنا بينا وبين بعض هيبقى بعد الصحافه وبعد القعده دي في الكلام. اللي عايز اقوله اقسم بالله العظيم لو كنت التجنب اللي انا اتجنبته اللي هو كان بيدعي استقالتي وبشي بالمكان ده، اقسم بالله العظيم وبشهد ربنا عليه ان لو في اسباب لمجلسي
لا تتعدى 5-10%. 90% هي وجيعة من الخارج. احنا قمنا بأدوارنا، عندنا سلبيات، ممكن انا نفسي يكون عندي سلب، بس زي ما بنقول في امور سلبية لا ترقى للمستوى، لا شبهات ولا لا قدر الله لا سرقة ولا عندنا، ما عندناش حاجة الحمد لله. احنا دايرين مجلس، عندنا شوية تفوات تحل بيني، فالناس هو يقليها، الناس تقول لك اصل المجلس مضايقه، احنا في دارك مجلس مين مضايق؟ مجلس مين مضايق؟ احنا لو عندنا كم حد مش قايم بدوره احنا نقعد مع بعض وهناخد نطاق قعد. يا عم مصطفى كامل انت مكمل معانا تبورنا ولا لا؟ قال لك لا شكرا بمنتهى الاحترام، لكن انا لا في مجلسي لا حرامي ولا مرتشي ولا مزور، دول دايره منتهى الاحترام. متقبلين ده الوجع جاي وجع خارجي كله يا استاذ حماده. ايوه احنا متقبلين ده، احنا متقبلين وده فعلا كلنا احنا عايزينه، وده عملنا اجتماع بعد وجود حضرتك وخدنا القرار ان احنا كلنا على يد واحده، مفيش حاجه اللي انت قلته ده كله احنا قلناها في الاجتماع. وكان اول بدايتها كان مع اسمه ده، حاولنا التحقيق بالمجلس كله، والمجلس كله رفض ان هو يقعد، رفض ان هو يعتذر كمان، احنا رفضنا ان هو اعتذر، يعني اللي هيهين حد بيهين الكل. فاحنا المبدا اللي احنا كلنا هنمشي عليه، اللي هي يغلط في اي زميل مش بيغلط في المجلس كله. ما احنا قلنا دي هيبقى بيننا وبين بعض. انا بوجه لحضراتكم الكلام للساده الاعلاميين، يا جماعه نقابه المياه الموسيقيه تختلف عن اي نقابه تانية. منين ما قلناها في التلفزيونات محدش قادر يصدقنا، محدش قادر يقتنع. النهارده نقابه المياه التمثيليه اللي هي زملائنا والدكتور اشرف اخويا، يعني هي نفس القعده اللي انا قاعد عليها دي، اللي بنقعد نحكي انا والدكتور اشرف. نقابه تعلم دلوقتي المسلسل اللي بيتصور، وتعلم الفيلم اللي بيتصور، كلها معلومه لان التصاريح من عندهم، عارفين ان في اللوكيشن ده في شارع الهرم النهارده بيتصور مسلسل. النقابه الوحيده اللي احنا عايشين بره، بنكلم حضراتكم من اول ما قعدنا وانت في 27 محافظه، وكل محافظه فيها دايره يجي 20 فقره غنائيه بمشاكلها بوجعها، باللي عمل حادثه وهو ماشي، باللي اتخانق وهو ماشي، باللي اتمسك في لجنه وهو ماشي، باللي جاله القلب وهو ماشي، باللي دخل مستشفى وهو ماشي، واحنا قاعدين مع بعض في التلت ساعه ولا الربع ساعه دي فيها 40,000 حدث. النقابه دي فيها هم لود كبير علينا وعلى الدوله، تاني علينا وعلى الدوله. فلما يجي مجلس محتوي الكلام ده في وسط الازمه اللي احنا فيها، اللي الدوله ما هياش ناقصاها محتويها، كل اللي طالبينه من اجهزتنا المحترمه السياديه حمايه هذا الكيان بالقانون، برضه بالقانون، لا طالبين اجراء تعسفي ولا طالبين اجراء يعني في حموة أزل من لازم، طالبين بس الاهتمام بالكائنات اللي بتمثل النقابات دي، خاصة لما يكونوا أصحابها ناس قاعدين مراعية ربنا بشرف، قاعدين مراعية ربنا بشرف. تعال امسكني لو أنا حرام، تعال خدني في حديد، تعال خد حد في حديد، لكن لا تقبلوا علينا إن إحنا نبقى في إهانة ومهانة طول الوقت. ليه؟ واللي هيقبل على نفسه كده أنا بشوف إنه إنسان يهون المستوى، يا هو أنا آسف متبلد المشاعر، يا هو حرامي وعنده أهداف تانية. طالما يتشتم ويسكت، وأنا الحمد لله مش واحد في الثلاثة دول ولا في أي 10 شبه دول، فالأولى بيا قلت بيتي بقى خلاص. إلزم بيتك، لو إحنا في زمن الفتنة هعمل اللي قاله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ألزم بيتي وأشوف ولادي وأتشتم على قدر تربيتي لولادي، وأتشتم على قدر غنى وأنا بعملها، زكاة سيئة زكاة حلوة زكاة وحشة، والحمد لله رب العالمين هو ده.